حدث اليوم بخصوص مصادرة واسترداد وزارة الآثار مجموعة من حلي أسرة محمد علي، مجموعة متميزة كانت موجودة في بنك مصر كوديعة حيازة، وتم جهد طيب عندما أبلغ عنها لوزارة السياحة والآثار، شكلت لجنة تحريات وتمكنت من تجميع معلومات تؤكد وتشير إلى أن هذه الآثار مجموعة الحلي خاصة بأسرة محمد علي، وبالتالي شكلت لجنة من وزارة الآثار يرأسها رئيس الإدارة المركزية لآثار العصر الحديث الدكتور محمود عباس، ومعه لجنة إضافية شكلت اللجنة من دكتور مصطفى أمين أمين عام مجلس أعلى الآثار، بدأت أعمالها من أكتوبر 2013. وبالإجراءات القانونية اللجنة ومعها ممثلي الدمغة والموازين وممثلي شرطة السياحة والآثار ذهبوا للبنك وعملوا حصر الآثار ودراستها، ووجد الآتي: أنها مجموعة فريدة من حلي وتحف عصر أسرة محمد علي، بعضها وجد عليه اسم الصانع والمصمم وجهة الصنع، وهي أسماء تتفق وبيانات تتفق مع ما وجد في مجموعة الحلي الموجودة في متحف المجوهرات أسرة محمد علي، مما يؤكد انتمائها لنفس الفترة وبعضها لنفس الصانعين والمصممين. مجموعة الحلي هذه 110 كمجموعة، والمجموعة الأخرى 136. إذا معانا 246 تحفة فنية رائعة من مجوهرات أسرة محمد علي تم التحفظ عليها، وإن شاء الله ستعرض في متحف المجوهرات. وبهذا الصدد في شكر خاص من وزارة الآثار وشرطة السياحة والآثار على الجهد الطيب بقيادة سيادة اللواء الممتاز وفريق العمل المتميز سيادة العميد أحمد عبد الظاهر، العقيد محمد درديري، العقيد علي العماري. وأرجو أني ما كنتش نسيت في مجموعة أخرى أعتذر لعدم ذكر الأسماء يذكرها سيادة اللواء الممتاز، لأن بالفعل قاموا بجهد طيب وأنقذوا مجموعة من الحلي كانت في طريقها إلى الخارج وتم مصادرتها بالفعل، وهي مجموعة متميزة ممكن وحدها أن تقيم متحف. مجموعة وحدها يمكن أن تقيم متحف، وبالتالي هيتعمل لها عرض خاص ومتميز في متحف المجوهرات إن شاء الله.